أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى علوم الدار مباشرة من مركز الأخبار. أبرز العناوين: رئيس الدولة ورئيس البرازيل يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. بتوجيهات محمد بن راشد، حمدان بن محمد يصدر قرارا بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين. الإمارات والبرازيل مستقبل واعد لعلاقات عمرها نصف قرن في ظل شراكة استثمارية وتعاون اقتصادي مستدام. عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى فاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة. ورحب سموه في بداية الجلسة التي جرت في قصر الوطن برئيس البرازيلي والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معربا عن تطلعه لأن تشكل زيارته للدولة التي تعد الأولى بعد توليه مهامه الرئاسية دفعة قوية لمسار العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تجسد حرص فخامته على تعزيز التعاون مع المنطقة عامة ودولة الإمارات خاصة. واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس البرازيل مسارة التعاون والعمل المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في العالم، خاصة في ظل عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن الدولي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع البرازيل في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية خاصة في المجالات التنموية ودفع التنمية المستدامة. كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس البرازيلية في ختام المباحثات الحرص المشترك على تنمية العلاقات الإماراتية البرازيلية والارتقاء بها، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأهمية للتنمية في البلدين وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها. وسجل فخامته كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن تمنية لعلاقات البلدين مزيدا من التطور والازدهار. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال اللقاء تبادل مذكرة التفاهم، إضافة إلى بيان مشترك في مجال العمل المناخي. هذا وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد استقبل فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة الأولى جانجيا لولا دا سيلفا. وأجرت لفخامة الرئيس البرازيلية مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطف ثلث من حرس الشرف تحية وترحيبا بفخامته. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبرازيل. ورافق موكب ضيف البلاد عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، فيما حلق فريق فرسان الإمارات الوطنية للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعالم البرازيل.
وكان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباشة رئيس المجلس الوطني الاتحادية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين. تتميز العلاقات الإماراتية البرازيلية بالقوة والمتانة، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مطلع السبعينيات من القرن الماضي تحديدا في عام 1974، والعلاقات بينهما تتطور بشكل ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. تقرير مهر الجنيبي. العلاقات الإماراتية البرازيلية تعكس نموذجا فريدا للعلاقات الناجحة التي تتسم بالشمول والتطور، وذلك نتيجة لوجود قاعدة متينة من المصالح المشتركة التي تدفع دائما البلدين في اتجاه تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن الإدراك المشترك لدى قيادتي الدولتين بما تمثله هذه العلاقات من مردود إيجابي على شعبي البلدين الصديقين. وأسست العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974 على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتطورت العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية منذ العام 2000، وتم تعزيزها بالزيارات الرسمية. وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني، ومذكرة التفاهم بشأن تقديم خدمات النقل الجوي، ومذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية، ومذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة البورصات والأوراق المالية البرازيلية، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة، وأخرى حول الإعفاء المتبادل على دخول الناقلات الجوية العاملة في النقل الجوي الدولي. واستناداً على تاريخ العلاقة بين الإمارات والبرازيل، يسعى البلدان إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون في المجالات كافة من خلال توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون وزيادة الزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة بعد إعفاء التأشيرات لمواطني البلدين لتشكيل مستقبل مشرق. العلاقات الإماراتية البرازيلية الاقتصادية تشهد تطورا واضحا في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين. الزميل حامد رعاب يتحدث بلغة الأرقام عن المشهد الاقتصادي بين الإمارات والبرازيل. إليك الكلمة حامد. أهلا بكم. تتميز العلاقات الإماراتية البرازيلية الاقتصادية تطورا واضحا، لقد صاحب هذا التقدم في العلاقات السياسية الثنائية بين الإمارات والبرازيل خلال السنوات الماضية
تعزيزا لهذه العلاقات. وبلغة الأرقام مشاهدينا، فمنذ 2008 أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في الشرق الأوسط. حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلى 2,800,000,000 دولار في 2021. كذلك يوجد لدى الدولة استثمارات في البرازيل تفوق 10 مليارات دولار، في حين أن هناك أكثر من 30 شركة برازيلية عاملة في الدولة في عدة مجالات. بالإضافة إلى ذلك تتواجد في الدولة أكثر من 758 علامة تجارية برازيلية. وبلغ حجم واردات الدولة من البرازيل في 2021 2,300,000,000 دولار، وهذا بنمو يعادل 13.2% سنويا. وتصل صادرات الإمارات إلى البرازيل وتبلغ قيمتها قرابة 1 مليار عند 977,800,000 درهم. هذا وتسير النقلات الإماراتية أكثر من 19 رحلة أسبوعية إلى البرازيل. عظيمة هي تجارب الدول التي استطاعت رغم التحديات والظروف أن تصنع سلما تتسلق به قمم النجاح، وتخرج من وسط الركام أكثر قوة وتصميما على تغيير وضعها وبناء ذاتها. البرازيل قصة نهوض أمة نتعرف عليها مع عماد الخطيب. من أدغال غابات الأمازون ووسط ركام التخلف والجهل وقساوة الظروف وحياة بدائية، خرجت البرازيل لتقدم تجربة فريدة وملهمة لشعوب العالم. رياح النهضة هبت على تلك البلاد مع ما عرف بالمعجزة البرازيلية، هو مصطلح أطلق على النجاحات الباهرة التي حققتها البرازيل في مجال التنمية الاقتصادية في الفترة ما بين 1968 و1973. بعد الانقلاب العسكري عام 64، كان لدى النظام الجديد في البرازيل اهتمام كبير بتطوير الاقتصاد والحياة السياسية، فحقق اقتصادها خلال تلك الفترة الذهبية من تاريخها نسبة نمو فاقت التوقعات، تحسنت المنظومة المالية وبدأت تستقبل الاستثمارات الدولية، وباتت البرازيل إحدى الواجهات المالية والمراكز الاقتصادية ليس فقط في دول أمريكا الجنوبية بل وفي العالم كله. وخلال سنوات قليلة أصبحت الغالبية العظمى من سكان البرازيل تعيش في مدن حضارية متطورة ذات بنية تحتية قوية. في سنة 1974 خرج العالم من أزمة خانقة عرفت بصدمة النفط الأولى، وبعدها بخمس سنوات وبدون مقدمات ضربت أزمة نفط جديدة أطنابها مسببة صدمة وذهولا للعالم. وكانت تلك بمثابة سنوات الضياع للمارد البرازيلي الذي أورثته هذه الأزمة ديونا هي من الأعلى نسبة على مستوى الدول. وبعد سنوات عجاف عرفها الاقتصاد البرازيلي تقاذفته فيها الأزمات والمشاكل، وصل إلى سدة الحكم في البرازيل لولا دا سيلفا، هو شاب عاش فترة طويلة من الكفاح في أروقة السياسة ودهاليز النقابات العمالية. كان حملاً ثقيلاً على دي سيلفا، فأطل على شعبه بحزمة إصلاحات واقتراحات، واستطاع دي سيلفا أن يعيد بلاده إلى مكانتها الاقتصادية شيئاً فشيئاً. وخلال فترات رئاسته للبرازيل أخرج بلاده وشعبه من إحدى أسوأ الأزمات التي عرفتها عبر التاريخ. واليوم تعد البرازيل واحدة من دول عدة لا تزال حتى يومنا هذا سبباً في انتعاش الاقتصاد العالمي. وللحديث عن العلاقات الإماراتية البرازيلية وما تمثله زيارة الرئيس البرازيلي من دفعة لهذه العلاقات، ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل. سعادتك مرحبا بك لعلوم الدار بداية. يا مرحبا حامد، شكرا جزيلا على التغطية الرائعة طال عمرك. الله يسلمك واجبنا. سعادتك، يعني كيف ستسهم زيارة الرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين؟ حقيقة إن استقبال الإمارات لضيف عزيز على المنطقة العربية وهي زيارة فخامة الرئيس لولا دا سيلفا
التي تعد الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2003 والتقائه آنذاك بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. حقيقة إن اختيار فخامة الرئيس لولا دا سيلفا الإمارات كأول محطة عربية وإسلامية وخليجية منذ توليه الرئاسة تعكس المكان التي تتبواه الإمارات كشريك استراتيجي للبرازيل في هذه المنطقة. ستشكل الزيارة حقيقة أرضية ودفعة قوية لتعزيز علاقات الشراكة القائمة وتوسيعها لمستويات أرحب في كافة المجالات، وخاصة وأن الزيارة تحدث في أجواء سياسية جديدة في المنطقة ترتكز على تصفير المشاكل وإقامة شراكات مبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة للجميع. ولذلك من المؤكد بأن هذه الزيارة ستسهم بلا شك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نعم سعادتك، منذ العام 2008 أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في الشرق الأوسط. لو نتحدث عن أبرز المجالات التي يسعى البلدان لتطويرها معا. حقيقة لقد أكدت قيادتي البلدين الجديدتين خلال اللقاء على التعاون في العديد من المجالات الواعدة، وخاصة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنظيفة والرياضة والصناعات الدفاعية وقطاع الفضاء والتعليم والزراعة والأمن الغذائي. كما يعني يعد رأس الإمارات لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 سيفتح مجال واعدا للإمارات لتعزيز وتنشيط التعاون مع البرازيل، حيث تعد البرازيل لاعبا بيئيا مهما في مجالات خفض انبعاثات الكربون، حيث تشكل غاباتها وخاصة غابات الأمازون رئة العالم. لقد توجت الزيارة بتوقيع عدد من المذكرات التفاهم، وأهمها توقيع مبادلة مذكرة تفاهم لإنتاج الديزل الأخضر، وهو مشروع يعد الأول من نوعه في العالم. كما افتتحت مجموعة إج مكتب تمثيلي لها لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية لتضاف إلى القائمة الكبيرة من الشركات الوطنية العاملة في البرازيل. إن طموح القيادتين في الإمارات والبرازيل لا سقف لها، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية مقبلة على نقلة نوعية في العديد من مجالات التعاون الجديدة. إذن علاقات متميزة وزيارة مهمة للرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات، والعلاقات في تطور مستمر. كل الشكر والتقدير، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الصديقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم طال عمرك. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصدر قرارا بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم المجتمعية في التعريف بصحيح الدين ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا سموه لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية. علوم الدار مستمرة مباشرة من مركز الأخبار بعد الفاصل. الإمارات تعرب عن قلقها من التطورات الحادثة في السودان وتدعو إلى التهدية وضبط النفس.
هذا المشروع ده دخل علينا فلوس بنستفيد انا وانت بنحط ريال على ريال وتركت شريكي 20 مليون درهم ما اسمع تصيب حلت على راسي خالك خلاص ابوي فلس من الصوبين تراكم اهل لا 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 شو وين السبير كيف الجيس السبير جيس السبير انت تحلم احلم شو يلا تشد ما داني وبيك الخير وبيك الخير وبيك الخير طل الخير جبت لي اياه بو حظين يوميا في رمضان 6:56 مساء على قناة الإمارة. ثلاثون دقيقة بعد الواحدة صباحا الساعة في أبوظبي. أبرز عناوين علوم الدار لهذا المساء. رئيس الدولة ورئيس البرازيل يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدين متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. تدعو دولة الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار. وتتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة. في الاقتصاد بعد الفاصل. الإمارات الثانية ضمن أكبر بنوك المنطقة في القيمة السوقية. لازم ندق على الشرطة مظلوم عمر الموضوع ما كان شفقة السر راح يندفن معاي هني باقي شيء واحد علشان تاخذين ثار امك وابوك منه ما اسمح لك تغلط علي ولا تغلط على ريني رجعني الارض ليش يعني كلها كم يوم وتتسكر القضية النكران يوميا في رمضان 1:30 صباحا على قناة الإمارات أهلا بكم أينما كنتم إلى علوم الدار مباشرة من مركز الأخبار. تواصل الإمارات تنافسيتها العالية في عدد من المؤشرات ومنها المال والأعمال، إذ احتلت الدولة المركز الثاني في القيمة السوقية للبنوك. المزيد في التقرير التالي. كشفت فوربس الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها أن بنوك الإمارات احتلت المرتبة الثانية ضمن أكبر مصارف المنطقة في القيمة السوقية. جاء ذلك ضمن قائمة جديدة تم نشرها لأكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 50 بنكاً 548 ملياراً و100 مليون دولار.
وتصدر مصرف الراجح السعودي القائمة بقيمة سوقية بلغت 75 مليار دولار، ليصبح بذلك أكبر بنك في المنطقة، يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني ب 56.4 مليار دولار، ثم مجموعة بنك قطر الوطني في المركز الثالث ب 42 مليار دولار، وفي الإمارات جاء بنك أبو ظبي الأول في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 42 مليارا و 400 مليون دولار. وتشمل قائمة هذا العام بنوك تعمل في 10 أسواق مختلفة في المنطقة، بدورها تهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكاً، حيث تمثل حوالي 82% من القائمة. وتعد كل من السعودية والإمارات الأكثر تمثيلاً بواقع 10 بنوك لكل منهما، وتشكل الدولتان 40% من هذا التصنيف. بدورها وصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار و81 مليار و300 مليون دولار لثمان بنوك قطرية و76 مليار دولار لسبع مصارف من الكويت. ووفقاً لفوربس، فإن البنوك في المنطقة تدعم عدة مشاريع، على رأسها تمويل المشاريع المعنية بالاستدامة، كما تعمل على تأمين الصفقات لتعزيز استثمارات العملاء الموفرة للطاقة، حيث وقع بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع شركة شرف دي جي للطاقة لتمكين العملاء من إنتاج الطاقة النظيفة من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخاصة بشركة الطاقة على أسطح المنازل وتمويلها عبر باقات تمويل بنك دبي التجاري المستدامة والرقمية. ويأتي التصنيف الجديد لبنوك الدولة من حيث القيمة السوقية مع توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في العام الحالي و10.8% في عام 2024، مع توقعات إيجابية في أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% هذا العام وبنسبة 5.6% في عام 2024. من الاقتصاد إلى الرياضة، حيث تمكن العين والشارقة من التأهل إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة نسخة 2023. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. حجز العين والشارقة مقعدهما في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة نسخة 2023، والذي يقام في 28 من إبريل الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. العين عبر إلى المباراة الختامية بعد فوزه على الوصل بهدف دون رد في مباراة إياب نصف النهائي، والتي جمعت الفريقين باستاد هزاع بن زايد. المباراة شهدت ندية وإثارة من الفريقين. العين نجح في خطف هدف التقدم مبكرا عند الدقيقة 24 عن طريق لاعبه إيريك، علما بأن الزعيم أكمل المباراة وهو ناقص العدد، بعدما طرد حكم اللقاء حارسه خالد عيسى بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 30 إثر لمسه للكرة باليد خارج المنطقة، ليحل بديلا عنه الحارس محمد بوسندة الذي تألق بشكل لافت في الذود عن مرمى الزعيم مبعدا الخطورة عنه ومحافظا على تقدمه. الوصل رمى بكل أسلحته للهجوم مع بداية الشوط الثاني محاولا العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، إلا أنه لم ينجح في ذلك على الرغم من عديد الفرص المحققة التي أوتي حتى لاعبيه، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدف نظيف وانتهاء مشوار الإمبراطور في المسابقة الأغلى عند محطة نصف النهائي. في المباراة الثانية خطف الشارقة بطاقة التأهل إلى نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تعادله أمام مضيفه عجمان بهدف لكل منهما في مباراة إياب النصف النهائي التي استمرت ل 120 دقيقة، حيث ذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد أن نجح البرتقالي في معادلة نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الشارقة بهدفين لهدف. الشوط الأول انتهى بتقدم عجمان بهدف جاء عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة الأخيرة برأسية متقنة وضعها على يمين حارس الشارقة عادل الحسني. وفي الشوط الثاني لم تتبدل الأمور كثيرا وانتهى اللقاء بوقته الرسمي بالهدف الوحيد الذي سجله عجمان في الشوط الأول، لتذهب المواجهة للأشواط الإضافية لحسم هوية المتأهل.
مدرب الشارقة كوزمان دفع بكل أوراقه باحثا عن تعديل النتيجة وحصل على ما أراد في الدقيقة 89 عندما تمكن البديل دي جانيني من تسجيل هدف التعادل ليحافظ الشارقة على النتيجة حتى نهاية اللقاء ويتأهل الملك إلى نهائي أغلى الكؤوس للمرة 11 في تاريخه. قدمت لكم نشرة علوم الدار مباشرة من مركز أخبار قنوات أبوظبي. شكرا لكم وسحور العافية بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.